واخيرا نزل الجيلبريك للاي او اس 10 بشكل عام ولل 10.3.3 بشكل خاص. تابعونا عندكم كيف تثبتوا بدون احتياج اي كمبيوتر او اي وصلات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم عبد الرحمن. مثل ما قلنا بهالفيديو هاشرح كيف تساوي جيل بريك على جهازك الايفون 5 او ال5S، يعني المهم كل الاجهزة اللي بتشتغل على 32 بت بدون ما تحتاج اي كمبيوتر او اي وصلات. بس بالبداية كل ما عليك تحتاج انك تفوت على هذا الموقع، حط لك كل الروابط تحت بالوصف، تحط داونلود، بيطلع لك هذا هو بيقول لك السماح او تجاهل. انت بتحط السماح، تنتظر شوي تلاقي طلع لك، بتحط تثبيت وتحط كلمة السر تبع جهازك. مثل ما شايفين طلع لك هون تثبيت، بس مثل ما ملاحظين هون طالع لك تم التحقق منه، يعني لا تخاف هذا المتجر موثوق. بتحط تثبيت، تنتظر شوي، خلاص طلع لك تم. يعني بترجع بتلاقي طلع لك مع اي فراغ بالشاشة الرئيسية بتدور عليه، كل ما عليك انك تفتحه. بتنتظر شوي بيطلع لك هون اول شيء اعلانات، بتنتظر شوي شايفين كيف، بتحط على الاكس، بعدين بتروح على قسم الابس، بتنزل لتحت على التويك بوكس اب، وبتنتظر كمان شوي وبتنزل لتحت، كمان بتنزل شوي بتلاقي عندك هذا البرنامج اسمه هيليكس جيل بريك. كل ما عليك تضغط عليه وبتنتظر وبتحط انستول، بتحط تثبيت، وبعدين كل ما عليك مثل ما شايفين بالوصف حاطين لك جيل بريك لكل اجهزة ال 32 بت للاي او اس 10.x، يعني كل المواصفات او كل اصدارات العشرة. وكل ما عليك تنتظر شوي، بترجع لهون بتلاقي انه جاري التحميل. انا بما انه عندي الجهاز مثل ما شايفين هذا الاي او اس 11 فهي اللي تعذر. انت كل ما عليك انك بس تحط بعد ما يشتغل معك تحط تم، كل ما عليك بتفتحه، وبعد ما تفتحه بتحط جيل بريك، بتضغط لجيل بريك وبكون هيك خلاص. منشان التاكد هورجيكم فيديو لاحد الاشخاص اللي عاملها على جهازه اللي شغال على الاي او اس 10.3.3، وللتنبيه هذا الجيل بريك ممكن يشتغل على جهازك الايباد اذا كان من النوع اللي 32 بت. مثل ما شايفين حط تنزيل، بترجع على القائمة الرئيسية أو الشاشة الرئيسية بتلاقي هذا هو شكله للبرنامج. أول شيء بتروح على الإعدادات، بعدين بتنزل على العام، بتنزل لتحت هون بتلاقي على ملفات التعريف، بتدخل على هذا القسم وبتحط وثوق لهي الأرنب، بتلاقي هون كلمة وثوق، بتحط الوثوق وبعدين بتحط موافقة، وبترجع هلأ على الشاشة الرئيسية مثل ما هيورجيكم، بترجع وبتدخل لهذا البرنامج. شوفوا هلأ كيف نمشي شوي، اول ما بيفتحه بتفتح البرنامج وبتحط جيل بريك، تنتظر شوي ممكن يعيد تشغيله للجهاز ما بيأثر، رد تدخل على البرنامج مرة ثانية وبتحط جيل بريك وبتنتظر شوي كمان مرة ثانية. هي مثل ما قلت لكم الطريقة بدون كمبيوتر وبدون وصلات ابدا، وبتنتظر شوي هلا لحتى يطلع لك هي الشاشة السوداء وعلامة اعادة التحميل، وبعدين بترجع بتلاقي عندك السيديا شغال 100%. هي اورجيكم هلا كيف هي شغالة، شايفين كيف فتحها، ومثل ما شايفين عمل حتى سيديا، نزل سيديا وظبطها وحطها مع الجهاز. فبهيك بكون انتهت الطريقة. مثل ما قلت لكم هي أحلى طريقة بدون كمبيوتر وبدون أي وصلات. في كتير طرق لازم يكون معك الكمبيوتر، بس أنا اكتشفت هي الطريقة ما بتحتاج أبدا الكمبيوتر، لهيك حبيت شارككم فيها. بهيك بكون انتهى الفيديو تبعنا، لا تنسى تعمل لايك وتعمل مشاركة وتعمل اشتراك للقناة ليوصلك كل جديد عنا بشكل سريع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.